يكلف والله كرسيك هذا كلف واجد والله زين، على الاقل اجل قروضنا. الله يرزق الشعب الكويتي. المشكله اللي استفاد بتاجيل القروض هي البنوك، يعني الشعب ما استفاد مع انه مدفوع ما يقارب مبلغ 400 مليون. وين راح؟ راح على اساس بس علشان التاجيل. طيب لو انكم انتم اخذتوا هالفلوس اللي حق التاجيل الست شهور هذه واللي قبله، كان اسقطوا يمكن نصف قروض الشعب الكويتي، نصف قروض سقط. صحيح. لكن هذا مجرد انهم يعرفون بان هي الاموال ذهبت لي يستفيد منها بعض المتنفذين فقط، وهذا اللي قاعد يصير في البلد. اللي يصير في البلد ان مجموعه من المتنفذين قاعدين يمارسون الفساد ويتمادون في هذه الممارسه، والشعب الكويتي يريدون فقط تنحيته ويتعاملون شر والاعلام. وانت من الناس اللي عرضوا عليك انه يشترونك، صح ولا لا؟ لكنك رفضت لانك شريف. شروا متنفذين، شروا نواب. في احد من الشعب الكويتي ما يدري ان في نواب مشتري؟ ما هي سالفه القبيضه اللي 2009 لا زالت حيه، وكل يوم لو نفتش، لو يصير في تفتيش على حسابات النواب لوجدنا هنالك بعض النواب تضخمت رصيده. اصلا حالتهم الماديه تغيرت عند اقرب الناس لهم. فلذلك اللي قاعد يصير من هذا التمادي في الفساد والافساد امر خطير، وانا اعتبر ان ما يحدث هو اهانه للشعب الكويتي وعدم احترام للشعب الكويتي، لانك انت تريد ان تسيطر على مجموعه من الناس في المقابل لا تلتفت لآراء الشعب الكويتي ولا لمصالح الشعب الكويتي ولا تحترم القوانين ولا تحترم ولا تلتزم بالدستور، مجرد أنك تريد أن تحصل على مصالح معينة. ولذلك هذا الأمر يجب أن يوحد جهود جميع الشرفاء من أبناء الشعب الكويتي للوقوف في وجه هؤلاء. أنا أعتبرهم المنبوذين